حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة إيناس محمد الماجد، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية. نرحب فيك أستاذة إيناس في نشرة أنباء الثالثة، وبداية بودنا لو نتعرف أكثر على تفاصيل هذه الجائزة والهدف منها. نعم، أهلا، أمسي عليكم وعلى المشاهدين الكرام بالخير، وأشكركم على هالاستضافة. في البداية تتشرف أسرة وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم عظيم الشكر والامتنان لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم على رعايتها الكريمة للسنة 22 على التوالي لهذه الجائزة اللي تعكس رؤية سموها في التشجيع ودعم الأسرة المنتجة. هذه الجائزة ننظر لها كوسام شرف وحافز لمزيد من العطاء والتميز. طبعا تاريخ الجائزة انطلقت في 2007 على المستوى المحلي، وفي 2010 أقرت على المستوى العربي، ومنها استمرت جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة سنويا على المستوى المحلي وكل سنتين للمستوى العربي. طبعا هذه السنة بتقام بنسختها 6/16 على المستوى المحلي. الهدف الرئيسي من الجائزة الله يسلمك هو التنافس بين الأسر وتمكينها اقتصاديا. نعم أستاذ إيناس، يعني من هي الفئات التي تستهدفها الجائزة، وآلية التسجيل وتقديم المشاركات للجائزة، وأيضا ما هي أبرز الفعاليات المصاحبة للجائزة؟ حاضر، هي طبعا ثلاث فئات. الفئة الأولى أفضل أسرة منتجة، واللي هي عدد الأسر اللي تشتغل على هذا المنتج واستمراريتهم في هذا المجال، بالإضافة إلى جودة المنتج، وقيمة الجائزة 20,000 دولار. الفئة الثانية أفضل منتج، وهي جودة المنتج ومدى إمكانيتهم في تسويقها مو بس على المستوى المحلي ولكن حتى على المستوى الخليجي والعالمي. وأهم شيء يكون ذوي هوية وطابع بحريني. وقيمة الجائزة 15,000 دولار. وأخيرا أفضل راعي وداعم للأسرة المنتجة، تعتمد الجائزة هذه على عدد سنوات الدعم ونوع الدعم المقدم للأسرة المنتجة، والجائزة عبارة عن شهادة تقديرية. طبعا كل هالمعلومات للمشاركة من معايير واشتراطات التسجيل موجودة على موقع الوزارة الإلكتروني، ونتمنى من الراغبين في المشاركة يدخلون على الموقع ويسجلوا. نعم، السيدة إيناس محمد الماجد، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا.